يوم عاشوراء هو اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين عليه السلام على أرض كربلاء، وقد ورد في بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أن ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه سوف يكون في يوم عاشوراء. والظاهر من حقيقة هذا الأمر أن هناك ترابطاً وثيقاً بين النهضة الحسينية والنهضة المهدوية التي تتجسد بظهور القائم عجل الله تعالى فرجه يوم عاشوراء، فيقوم بالثأر لجده الحسين عليه السلام، فينتقم من أعدائه وينتصر لمبادئه التي جاء بها عليه السلام إكمالاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وآله، وتحقيقاً لرفع راية الإسلام خفاقة في ربوع الأرض تحت ظل الحكومة العلوية بقيادته عجل الله تعالى فرجه. ومن الروايات التي ذكرت قيام القائم يوم عاشوراء ما جاء في الإرشاد عن أبي بصير قول أبي عبد الله عليه السلام: ينادى باسم القائم عليه السلام في ليلة 23 ويقوم في يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي عليهما السلام، لكأني به في يوم السبت العاشر من المحرم قائما بين الركن والمقام، جبرائيل عليه السلام عن يمينه ينادي: البيعة لله، فتصير إليه شيعته من أطراف الأرض تطوى لهم طيا حتى يبايعوه، فيملأ الله به الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما.